اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه بهدفين نظيفين على مضيفه غرناطة الإسباني، وعاد روما الإيطالي بفوز ثمين من ملعب أياكس الهولندي بهدفين لهدف في وقت تعثر أرسنال على ملعبه أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي وتعادل معه بهدف لهدف. يسعى فريق الأهلي المتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى اختتام مسيرته في دوري المجموعات بانتصار أمام ضيفه سامبيا التنزاني مساء اليوم الجمعة، بينما يواجه مواطنه الزمالك الذي سيلتقي مع تينغيت السنغالي. أهدر فنربهشي نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري التركي بعدما سقط في فخ التعادل بهدف لهدف مع مضيفه ييني مالاتيا سبور أمس الخميس في المرحلة 33 للمسابقة. وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز غازي عنتاب بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه اسطنبول باشاكشهير، في حين تعادل دينيزلي سبور مع ضيفه قاسم باشا بهدف لهدف. قال الصحفي في راديو كادينا كوبي رافا المانسا خلال استضافته ببرنامج الشيرنيجيتو الإسباني إن سان جيرمان يستهدف جمع الثلاثي كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وسيرجيو أغويرو معا في حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل. تأهلت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالميا إلى الدور ربع النهائي لبطولة فولفو تشارلستون المفتوحة للتنس والمقامة في الولايات المتحدة، وتلتقي بارتي في الدور ربع النهائي الإسبانية باولا بادوسا. أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس اليوم تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان من المزمع أن تنطلق ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في 23 من أيار القادم.